هذه المبادرة من تنظيم جمعية أدوار مرضى السرطان بالتنسيق مع صندوق الطاقة الاجتماعي لولاية جيجل والمؤسسة الاستشفائية محمد صديق بن يحيى وهم مشكورين. احنا واش الهدف ديالنا هو يعني الإقبال الكبير يعني للمواطنين وكذا موظفين تاع صندوق الضمان الاجتماعي من أجل يعني التبرع بكثرة من دمهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين وكذلك يعني إحياء ذكرى المرحومين. مول في ناحية الدم يا بابا نعم نحن كما نقولوا من جهة الإنسان كما نقولوا يتبرع لهذو الناس ربي يشفيهم إن شاء الله، ومن جهة نحتسبوا الأجر عند ربي سبحانه.